ولنقاش ملف الصراع الدائري على المناصب بين شركاء العملية السياسية في ظل تعديل قانون الانتخابات المبكرة المرتقبة. ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا بكم سيد حسين. أهلا. رجحت بعض الأحزاب وجود مخطط سياسي لتمرير قانون الانتخابات، من المستفيد برأيكم من تمرير هذا القانون في ظل المقاطعة الشعبية المستمرة للانتخابات منذ الاحتلال؟ يعني هذا الموضوع أشكر بحثا من سنين طوال. لا يمكن لهذه الكتل الممسكة بالسلطة والمال والفساد وكل الأجهزة أن يعني تسلمها عبر عملية انتخاب نزيهة ومفوضية نزيهة. يعني هذا صراع مصالح وصراع نفوذ. هذه الكتل المتنفذة لن تنتج في البرلمان قانون انتخاب يتيح للناس إجراءات إصلاحية حقيقية أو تغيير جدي. يعني وهذا يعني من يراهن على عملية تغيير عبر آليات النظام السياسي وعملية الديمقراطية وعملية الانتخابات ومفوضية، أنا أعتقد براهن على شرعب، ما في إمكانية لتحقيق ذلك. لا القوى المحلية فاسدة تسمح، ولا القوى الإقليمية تسمح، ولا القوى الدولية تسمح. نعم، كيف يفسر إصرار بعض القوى السياسية على تقسيم الدوائر بطريقة لا تحقق العدالة النسبية بين المحافظات والمدن؟ يعني هو أصلاً القانون لما يعني قسمت العملية السياسية على المحافظة، لابد من قانون يحمي نظام المحافظة، وبالتالي هذه الكتل تفصل قانون للانتخابات يدين مصالحها ويدين المحافظة. أنت اليوم عندك إطار قانوني لا يمكن الخروج منه بأي حال من الأحوال، وبالتالي هناك محاولات لتحسين يعني مصلحة هذا الطرف أو ذاك، ليس إلا إنما النظام السياسي بالمجمل لا يمكن اختراقه. يعني منذ سنوات ونحن نقول أن هذه العملية السياسية لا يمكن تغييرها باتجاه الأفضل وفق آلياتها، آلياتها مقفلة لا تسمح لا بتعديل النظام السياسي، ولا تسمح بالخروج من المحافظة، ولا تسمح باستقرار البلد. نعم، بعض القوى السياسية ترفض استخدام البطاقة الإلكترونية في الانتخابات المقبلة، إلى أي مدى ستحقق البطاقة الإلكترونية نزاهة الانتخابات؟ وأنت عتباني على القوة في العراق أغلبها جاهل وأغلبها حرامي وفاسد أنه ما بده البطاقة. هو ترامب ما بده بطاقة إلكترونية في أمريكا المتطورة، وما بده بطاقة إلكترونية. فلا أثر على هذه الكتل اللي أصلا هي لديها أوراق جاهزة، يمكن لديهم صناديق يعني جاهز يحطوها في الفرز والانتخابات. لا أمل في الحديث عن تغيير عبر آليات النظام السياسي القائم. يعني الملهى خلال 17 عام كل 4 سنين نعمل انتخابات والعراق يتراجع والفساد يزداد. هل نجح أحد في محاسبة فاسد ذا شأن في البلد؟ هل نجح أحد في بناء تنمية أو بناء مشروع ذا قيمة في البلد؟ يعني النظام السياسي عقيم في العراق ولا مجال إلا بشلعه من جذوره، وهذا النظام السياسي اليوم هو ساقط. وإذا قائم كنظام سياسي في البلد قائم لتوازنات الإقليم والتوازنات الدولية وليس للتوازن الداخلي في العراق. الفاسدين اليوم في العراق هم مثل الشجرة المسوسر، يعني أي هبة شعبية ستسقطها، والهبات الشعبية في العراق لو حصلت في أي بلد آخر في العالم لأسقطت أكبر نظام سياسي. بس هو النظام السياسي لدينا، ليس لدينا نظام حتى نسقطه. هناك بلد مستباح بالتقاطعات الدولية والإقليمية، وبالتالي لا إمكانية إلا أن يهب كل شعب العراق ليقنص كل النظام السياسي ومن يقف خلفه. في ظل كل هذه التجاذبات السياسية ومشكلات المال السياسي وشراء الذمم والسلاح المنفلت وكذلك التحديات الدولية التي أشرتم إليها، ما مدى إمكانية إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفقا لقانون الانتخابات الجديد في هذه الحكومة أو غيرها من الحكومات المقبلة؟ يعني
لا يعني انت اجبت على السؤال، يعني من خلال السؤال نفسه، يعني لا امكانيه لتحقيق انتخابات نزيهه في العراق، ولا امكانيه لاي دوله مستباح امنها ومستباح سيادتها ومستباح ثرواتها ومستباح فيها كل شيء القاصي والداني ان تنتج نظاما ديمقراطيا سياسيا. الاحرار وحدهم من ينتجون نظام ديمقراطي سياسي. من يملك سيادته على إرادته وعلى نفوذه وعلى قراره السياسي وعلى ثرواته هو الذي يستطيع أن يبني الديمقراطية. كيف ستبنى الديمقراطية ونحن لا نملك من إرادتنا وأموالنا وثرواتنا شيئا؟ هذا الحديث يعني نوع من الاستهلاك والعبث على مدار 17 عاما. شكرا جزيلا لك. وأنا أعتقد أنه في 25 تشرين ستتغير كثير من الأمور، يعني ثورة العراق قادمة إن لم تكن في 25 ستكون في 35 في 55 في أي وقت هي قادمة يعني. شكرا لك الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.